فإن طلب العلم الشرعي من الضرورية بمكان، ولا يجوز لإنسان قادر على طلب العلم الشرعي أن يغفل عنه. ولا أدل من قصة أولئك النفر الثلاثة الذين أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي حلقة من أصحابه، فجاء أحدهما فولد فرجة فجلس فيها، وأما الآخر جلس في مؤخرة المسجد، وأما الآخر ذهب. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم عن هؤلاء النفر الثلاثة؟ أما الأول فقد أوى إلى الله فأواه الله، وأما الثاني استحيا فاستحيا الله منه، استحيا من أن يزاحم لكنه بقي، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. قال بعض المحدثين قال إنه منافق، لكن الأصل أن النفاق قليل من حيث العدد، لكن التوجيه الصحيح أن هذا رجل كان محتاجا إلى العلم فأعرض عنه، فلما أعرض عن العلم أعرض الله عز وجل عنه.